السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أول سوف نأخذ درس في مادة الاجتماعيات، درس جديد وهو عن الصدق. يجب أن أكون صادق في عملي، صادق في فعلي، صادق في قولي. الصدق يا أول جدا مهم. الصدق ينجيني ويدخلني إلى الجنة. إذا فعلت شيئاً وارتبكت من فعله، يجب علي أن لا أكذب، يجب أن أقول الصدق كي ينجيني الله من هذا الفعل. لكن إن لم أصدق وقلت كذب، فهنا تبدأ مشكلة. الصدق دليل على حسن تربيتي الإسلامية. يجب أن أقتدي برسول محمد صلى الله عليه وسلم، فكان لقبه الصادق الأمين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان لقبه الصادق الأمين. انظروا إلى هذه الصور. أولا، الصدق دليل على حسن تربيتي الإسلامية. ثانيا، إن كان الكذب منجاة فالصدق أنجى. الكذب ممكن أن ينجيني فترة قصيرة، لكن بعد أن يمر الوقت سوف يكتشفون الصدق ويعرفون الكذب. والله سبحانه وتعالى لا يحب الكذاب، بل يحب الصادق الأمين. الإنسان الصادق دائماً يشعر بالسعادة عند قول الحقيقة، ويجب عدم الخوف من قول الحقيقة. أنا مسلم أقتدي برسول محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب علي أن أصدق في قولي وفعلي. الصدق خلق إسلامي، الصدق خلق إسلامي دعا إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عكس الكذب، ويعني قول الحقيقة دائما. أن أكون صادقا تعني أن أقول الحقيقة دائما ولا أكذب. يجب علي أن لا أكذب على معلمتي، لا أكذب على أبي، لا أكذب على أمي، ويجب علي أن أقول الحقيقة دائما كي أكون سعيدا دائما، ويدخلني الله سبحانه وتعالى الجنة.